السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بنغازي اليوم. محاور القتال في بنغازي تشهد هدوءا حذرا مع تواصل تحليق الطيران الأجنبي الداعم لحفتر. مهجر بنغازي في طرابلس ومصراتة يحيون عيد الأضحى أمام مقر البعثة الأممية في تجورة. عملية البرق الخاطف التي أطلقها حفتر والوهم المتبدد التي أطلقها الجدران تشعلان مواقع التواصل الاجتماعي. يشهد المحور الغربي لمدينة بنغازي هدوءا حذرا بعد اشتباكات عنيفة اليومين الماضيين بحسب مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي. المصدر أوضح أنه وخلال ساعات الصباح الأولى استهدفت ميليشيات حفتر منطقة جنفودة بالمدفعية الثقيلة وبشكل متقطع مع تحليق للطيران الأجنبي وطيران حفتر دون قصف. قال مركز السرايا الجناح العالمي لمجلس شورى ثوار بنغازي أن طائرة تابعة لميليشيات حفتر من نوع ميج شنت غارة جوية على المنطقة المحيطة بالحظيرة الجمركية في منطقة جنفودة. هذا وكانت طائرة أجنبية من نوع بروديتور شنت 6 غارات جوية على مواقع متفرقة في بنغازي، واستهدفت الغارات منطقة جنفودة ومواقع وتمركزات الثوار بمنطقة جوارشة دون وقوع إصابات في صفوف المجلس. كما أضاف المركز أن طائرات بدون طيار تحلق فوق سماء جنفودة. قتل القائد الميداني إبراهيم الفرجاني بكتيبة 210 تابعة لحفتر بحسب مصادر محلية مقربة من ميليشيات الأخير. المصدر أفاد النبأ بأن الفرجاني لقي مصرعه نتيجة انفجار لغم أرضي بالمحور الغربي، مضيفا أن 2 آخرين أصيبا بجروح خفيفة. وينضم إلينا عبر الهاتف عصام المغربي مراسل مركز السرايا للإعلام الجناح العالمي لمجلس شورى ثوار بنغازي، وكذلك الخبير العسكري والاستراتيجي السيد عادل عبد الكافي من القاهرة. أرحب بكما ضيفاي الكريمان وأبدأ بالسيد عصام المغربي. سيد عصام، ضعنا في التفاصيل الميدانية، ما هي آخر التطورات الميدانية في بنغازي خاصة في المحور الغربي؟ نعم سيد عصام. لا أما بعد نعم تسمعني؟ نعم أستمع إليك جيدا، تفضل سيد عصام. نعم بالنسبة للوضع، فمنذ إعلان العميل المهزوم حفتر لعملية الحسم الأخيرة كما زعم، وهذا يعني يعتبر الموعد يعني تقريبا رقم 60 ولا ندري بالتحديد يعني، فمنذ هذا الموعد يوم عرفة المبارك والاشتباكات يعني شبه مستمرة حتى اليوم، يعني اليوم ما شهدنا هدوء حذر يعني كما ذكرتم. زعم أنه سيحسم معركة في ساعات كما قال، ولكن على مدى اليوم الثالث على التوالي ولم يتحصل على أي موقع جديد، ولم يحصد إلا عدد جديد من القتلى والجرحى والآليات التي أصبحت يعني خردة تملأ أزقة وشوارع الصينية والحظيرة الجمركية والجوارشة. قد بلغ عدد القتلى خلال 3 أيام الماضية أكثر من 20 قتيل وما يقارب عن 40 جريح، كما تم تدمير 9 آليات عسكرية ما بين دبابة ومدرعة، منها ما تم استهدافه بصواريخ موجهة بالأمس، ومنها ما تم تدميره عن طريق الألغام الأرضية التي كان لها نصيب الأسد بفضل الله عز وجل. طبعا تمركزات ما تزال كما هي، لم ننحاز من أي موقع بفضل الله، ولم نخسر خلال هذه الأيام الثلاثة أي شهيد ولله الحمد. نعم. طبعا خلال هذه الأيام وكالعادة يتم استهداف منطقة جنفودة بوابل من القذائف العشوائية التي تروع الأطفال والنساء وأسقطت عدد من المنازل، ولكن بدون أضرار بشرية حتى الآن. بالنسبة للطيران الفرنسي والإماراتي، شنت الطائرة البريديتور بدون طيار ما يقارب عن 9 غارات جوية خلال 3 أيام اللي فاتت. كذلك الكامكوبتر الإماراتية قامت بتوجيه أكثر من 30 صاروخ خلال يوم واحد فقط، بالإضافة إلى مشاركة طائرة من نوع ميج 23 شنت هي الأخرى ما يقارب عن 6 غارات خلال 3 أيام الماضية. هذا نعم. يعني بخصوص الوضع الميداني والعسكري. نعم. في مدينة بنغازي ذكرت بأن هذه الطائرات شنت غارات جوية، هل اليوم كان هناك قصف
للطيران سواء كان الأجنبي أو المحلي؟ لا، بالنسبة لي الطيران الأجنبي لم يوجه غارة اليوم، فقط تحويم منذ ساعات الصباح الأولى ما بين البريدتور والكامكوبتر. أما الميج اليوم شن غارة جوية على المنطقة المحيطة بالحظيرة الجمركية. طيب، تحدثت عن خسائر كبيرة في صفوف ميليشيات حفتر على مستوى العدد والعتاد، يعني هل من آليات تم غنمها من هؤلاء أم أنها جميعا دمرت؟ غير صحيح، الآليات أغلبها دمرت. يعني ذكرت لك ما يقارب عن 9 آليات عسكرية ما بين بالأمس، يعني تم استهداف دبابة. لا، غير صحيح، لم نغنم أي آلية خلال هذه 3 أيام الماضية، فقط تم تدمير هذه الآليات عن طريق الصواريخ الموجهة. نعم. أو عن طريق الألغام الأرضية التي نقوم بزرعها في هذه المحاور. نعم، شدة المعارك، يعني هل ترون أنها قلت وانخفضت، وربما الآن بعد توجه ميليشيات حفتر للموانئ النفطية والهلال النفطي، هل رأيتم ربما اختلاف على مستوى المعارك في محاور القتال؟ والله يعني هذا شيء يعني يعتبر ملحوظ، يعني خاصة في العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوفهم خلال اليومين الماضيين، وعدد الآليات التي يفقدونها. اليوم يعني شهدنا هدوء، يعني حذر اليوم، ولا نعلم يعني الأيام القادمة ماذا سيحدث. يعني نعم، إذا المجلس يرى أن هذه المعارك في الهلال النفطي أثرت سلبا على ميليشيات حفتر في محاور قتال بنغازي، أليس كذلك؟ نعم، هذا ما نشاهده يعني أرض الواقع، يعني لا نستطيع أن ننكر هذا الأمر. طيب، نعم. إذا ما كان هذا صحيحا على أرض الواقع في بنغازي، يعني ماذا أنتم فاعلون الآن؟ هل نتوقع رد من الثوار؟ هل نتوقع استغلال هذه الفرصة للتقدم من قبل الثوار؟ والله يعني هذه أمور يعني سابقة لأوان، يعني ولا يعني ليس لدي أي معلومة. نعم. بخصوص هذه الأعمال العسكرية في الأيام المقادمة، لا، ليس لدي أي معلومة. طيب، إذن هذا الأمر مستبعد. ربما يبقى معي سيد عصام، أتحول الآن إلى الخبير العسكري والاستراتيجي السيد عادل عبد الكافي. سيد عادل، يعني بداية، كيف تعلق على ما جاء في حديث السيد عصام وهو المراسل الإعلامي لمجلس شورى ثوار بنغازي ومركز السرايا للإعلام؟ نعم، تحية طيبة لك سيد علي، وكل عام وانت بخير ومشاهدينكم الكرام. كل سنة وانت طيب سيد عصام أو سيد عادل. نعم، حقيقة هنالك بعض التوضيحات التي أشار إليها الأخ من مدينة بنغازي بخصوص عملية الكرامة، ولكن دعنا نتذكر أن قائد عملية الكرامة كان في الأيام الماضية يعلن على أنه سيتم تحرير مدينة بنغازي ولابد من الحسم، وكان لنا حوار في هذا الأمر، وحتى أن حددنا أن إعلانه لتحرير مدينة بنغازي وصل إلى 8 مرات، وكان لنا حوار في هذا الأمر، ولكن هو كان يعد العدة من باتجاه آخر وهي الحقول النفطية بالاستعانة طبعا بعصابات والمرتزقة من العدل والمساواة وأيضا العصابات الشادية. طبعا نحن نعلم أن خليفة حفتر فقد الكثير من العناصر القتالية في صفوفه، أيضا غرفة العمليات لم تعد غرفة عمليات موحدة، أصبحت عدة غرف عمليات. حاول أن يزور بعض المواقع الميدانية ليثبت أو ليظهر أنه لازال يتحكم في العمليات في مدينة بنغازي، ولكن هذا بعيد عن الواقع. حاول أن يظهر للإعلام أنه يجتمع مع بعض الذين يرتدون رتب عسكرية ليظهر أنه يقود مجموعة أو نخبة من العسكريين والضباط، ولكن هذا مجرد أعتبره دعاية إعلامية لا تمثل وليست مرتبطة بالواقع بشيء. نعم سيد عادل، لأن هؤلاء الضباط أشرنا إليه عبر منبركم أنهم لن يستطيعوا التواجد في المحاور ولا على أرض القتال ضد ثوار بنغازي، ولكن نقول ثوار بنغازي هنالك نقطة أثارها ضيفك الكريم بخصوص العمليات القادمة وتقدم ثوار بنغازي. بخصوص سؤالك، أقول ثوار بنغازي يحتاجون إلى الدعم، وأتصور أن الوقت الآن حاسم ومهم جدا، لابد الاتجاه
لتوفير ممر آمن والدفع بسرايا الدفاع عن بنغازي للتقدم إلى مدينة بنغازي، لأن حقيقة أتصور وبكل قوة أن سرايا الدفاع عن بنغازي تستطيع القبض على خليفة حفتر من معقله الرئيسي في مدينة المرج وجلبه إلى العدالة، نظرا للتصريحات الدولية التي سمعناها وتابعناها اليوم تحديدا، سواء كان عبر مبعوث الأمم المتحدة كوبلر الذي حدد ملامح حفتر، ولم يستطع المجلس الرئاسي تحديد أو هذه الملامح أو اتخاذ خطوات جريئة. والسرايا نعم والسرايا ربما بحسب مراقبون يعني لولا القصف الأجنبي كانت وصلت إلى طبرق. إذن في موضوع آخر، يعني الآن هناك هدوء في محاور قتال بنغازي، يعني تحليق طيران أجنبي ولكن دون قصف، يبدو أن هناك ترهل على مستوى المحاور القتالية لميليشيات حفتر الآن بعد التوجه منه إلى الهلال النفطي. يعني كيف يمكن للثوار أن يستغلوا هذه الجزئية بالتحديد؟ هل لهم أن يفعلوا شيئا على الأرض أو يحرزوا تقدما بعد ذهاب ميليشيات حفتر إلى الهلال النفطي؟ نعم، أريد أن أشير إلى نقطة هامة جدا بالنسبة للثوار. طبعا أشرت أنا عبر منبركم الكريم وعبر عدة منابر يحتاجون إلى دعم، ولابد من تقديم الدعم من خلال الدفع ببعض العناصر القتالية الذين لديهم دراية بالمواقع القتالية ومواقع الاشتباك في مدينة بنغازي. أيضا ويجب على ثوار بنغازي القيام بعمليات خاطفة متكررة لإرباك قوات حفتر، وهذه نقطة هامة جدا حقيقة. نعم هم يقومون بالالتفافات وأيضا بزرع أكمنة وألغام أرضية لمحاولة الحد من قدرات ميليشيات حفتر، ولكن تظل هذه القدرات محدودة نظرا أن خليفة حفتر لازال يجند الأطفال 15 سنة، وأيضا يحاول أن يجلب المزيد من الأزلام من اللواء 32 وأيضا العناصر المرتزقة للدفع بهم. طيب، في عدة محاور. عموما خليفة حفتر ارتكب خطأ عسكري قاتل، وهو استجلاب المرتزقة للقتال في صفوفه. حقيقة أنا أراه هذه النقطة تعتبر قاتلة لخليفة حفتر، وأتصور أن الوقت الآن مهم وحاسم لحسم أمر خليفة حفتر. نعم. سؤال أخير وأريد إجابة بنعم أم أو بلا، يعني هل أخطأ حفتر حين ذهب إلى الهلال النفطي؟ نعم. شكرا جزيلا لك السيد عادل عبد الكافي الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معي عبر الهاتف، وأيضا الشكر موصول إلى السيد عصام المغربي وراسل مركز السرايا للإعلام الجناح الإعلامي لشورى ثوار بنغازي. مشاهدينا فاصل قصير ونواصل بنغازي اليوم، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. أحيا مهجرو بنغازي عيد الأضحى أمام مقر البعثة الأممية في تجورة، حيث استمروا في اعتصامهم للمطالبة بحل قضية العالقين في جنفودة. المعتصمون أصروا على الاستمرار في الاعتصام الذي دخل أسبوعه الثاني حتى خلال أيام العيد، ويهدف المعتصمون إلى لفت النظر للمجازر التي ترتكبها ميليشيات حفتر في حق المدنيين من أهالي جنفودة، حيث رفع المشاركون شعارات تطالب بوقف المجازر وتستنكر صمت المجتمع الدولي، كما رفعت شعارات ولافتات تحمل المجلس الرئاسي المقترح مسؤولية سلامة المدنيين في جنفودة. وينضم إلينا هنا في الاستوديو المحلل السياسي الدكتور فتحي الفاضلي، كما ينضم إلينا من خيمة الاعتصام أمام مقر البعثة الأممية في تجورة منسق مجلس حكماء وأعيان بنغازي السيد علي صاطي. أهلا بكما ضيفاي الكريمان، وأبدأ بالسيد علي صاطي. سيد علي، يعني في ظل عدم تلقي أي استجابة وردود من المجلس الرئاسي، ربما حتى دخلت قضية جنفودة في نفق مظلم والبعض حتى نسى أو تناسى هذه القضية، يعني صف لنا آخر ما توصلتم إليه وآخر تطورات في هذا الملف.
في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخوي علي كل عام طيب بخير، والمستمعين الكرام في ربوع ليبيا، والأخوة بالأخص إذاعة النبأ التي وصلت معنا الحدث وتبنت هذه القضية معنا خطوة بخطوة. أخوي فتحي الفاضلي معك في الاستوديو. ثانيا، المجلس الرئاسي المقترح ويسمى هم كانوا قبل مؤتمر وطني، الآن لا أدري ما اسمه اللي يسموه له، الذي لم يرنا حتى بعينه ولم يرسل حتى إلينا من يطمننا. الحقيقة إلى الآن لم يقدموا لنا شيئا، بالأمس لما دخل ما يسمى خليفة حفتر وأتباعه حقوق النفطية بجيش تشادي أو سوداني أو احتل المواقع النفطية، بدأت الرئاسة المقترحة في بياناتها وإصداراتها، وزاد الدول 5+1، وكأن النفط الليبي أخذ منهم عنوة، لأنهم يروا أن النفط أفضل من الناس، وهم صدعوا رؤوسنا بالحرية والديمقراطية وحرية الشعوب، وعلى رأسهم ما يسمى كوبلر، هذا الأفاق الذي جاء إلى ليبيا بشعارات رنانة، ولم يبعث حتى من يمثله في ليبيا ليأخذ منا رسالة باللغة الإنجليزية والعربية نقول فيها مطالبنا. ومطالبنا سهلة جدا وبسيطة، هي إخراج عائلاتنا من قنفودة أو إرجاعنا إلى بنغازي، وخلي حفتر يفعل ما يفعل، إن البائن إن لا يوجد حكومة مقترحة ولا اتفاق سياسي. وأريد أن أنبه بعض الأخوة في مدينة الحبيبة مصراتة الذين هم أهلي وعشيرتي، يعني كانوا يقولوا حفتر خارج المشهد بخطة قلم، أين القلم وأين أنتم؟ ها هو حفتر الآن في حقول النفط، وإذا أخذ حقول النفط واستولى عليها فأنتم خارج اللعبة مش هو. طيب بالنسبة يعني لموضوع الاعتصام، اعتصامكم في هذه الخيمة، يعني لا جديد في هذا الاعتصام، لا جديد على مستوى أيضا الاستجابة للمطالب. كنت قد تحدثت لي في الأيام الماضية عن مسارات أخرى لكم، وأيضا مواقف أخرى ستتخذونها، وربما ستطرقون الباب على أماكن أخرى غير هذا المجلس الرئاسي والأمم المتحدة. هل استجد جديد في هذا الشق سيد علي؟ طبعا احنا كانت اللجنة غير متكاملة المصاب بغياب السيد طارق العرفي في علاج بنته في تونس. اليوم جاء هنا الخيمة، طبعا كنا مجتمعين مجموعة المؤسسة لذلك الهلال للاعتصام، وكذلك أخوتي في بنغازي اللي هم الآن مساندين لنا. يوم الخميس حيكون عندنا الرأي الأخير فيما جد من أحداث، فنحن عندنا بكرة وبعد بكرة مقابلة مع الرئاسي، إذا كان رأينا فيه خير سنقول ما رأيناه، وإذا رأينا فيه غير ذلك حنقول الفكرة التي وصلنا لها، حنقول المقترحات اللي احنا أشرنا لها إن شاء الله. ابقى معي سيد علي. سيد فتحي الفاضلي يقول للسيد علي إذا بكرة وبعد بكرة هناك لقاء مع المجلس الرئاسي، هل تتوقع جديد بعد هذا اللقاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة النبأ على الفرصة الطيبة، وكل عام والشعب من الطيب ووطننا بخير بإذن الله، عاده الله على الأمة الإسلامية وعلى ليبيا بالخير. وأشكرك أستاذ علي، وأشكر قناة النبأ على الفرصة الطيبة وضيفك ومشاهدي الكرام. حقيقة لن تتوقع جديد لسبب بسيط جدا، انقسام المجلس الرئاسي، وأيضا فكرة أن هناك حصار في قنفودة، عندهم قرار داخلي أن إرهابيين اللي في الداخل، حتى إن صح هذا، حتى إن صح هذا، لكن الأطفال والنساء غيره. روى لي صديق زميل أن سأل كوبلر مباشرة، يعني ما رأيكم في قضية قنفودة والحصار ولماذا لا تستنكروا؟ قال والله نحن نحس بالأسف، نشعر بالانزعاج والأسف لمقتل الأطفال والنساء، ولكننا أيضا مع محاربة الإرهاب. يعني قذارة ووقاحة ودناءة ودليل على التواطؤ، ودليل أن النفط أغلى من دماء الناس. شوف ما أسرع يا أخي، ما أصدروا بيانات بسبب دخول حفتر للنفط، كنا نعتقد أننا ما عندناش أقلام وبروات وأوراق نحن على قضية الدماء. يعني النفط أغلى من الدم. نعم، ولذلك والحقيقة ربما سيد فتحي لم نشهد من هذا المبعوض سوى الإحساس والشعور دائما بالقلق والأسف والامتعاض هالكثير من المشاعر التي يحس بها هذا
هذا الشخص دون الآن دون نعم اتخاذ خطوات الآن عمليني. القضية ربما اتخذت مسار آخر نعم. لا يوجد أي رد فعل، المعتصمون لازالوا باقون في الخيمة، الأهالي في قنفوذة لازالوا محاصرين، نعم. الأوضاع صعبة جدا، نعم. يعني ما المفترض الآن أن يفعل يعني من المعتصمين من الجهات المسؤولة؟ هل ثمة حل ربما برأيك؟ نعم نعم هناك حل. أولا زمان لما الاتحاد والترقي أسقط الخلافة التركية وتخلت تركيا عن ليبيا أمام إيطاليا، فكان هناك قولة نحن أهلك يا برقة، يعني فلنعتمد على أنفسنا، نحن أهلك يا ليبيا، نحن أهلكم يا ليبيا. لذلك الاعتماد على الله أولا، ثم على دعم الثوار بكل ما يستطيع أن يفتحوا منافذ بأنفسهم، أن ينتصروا، أن تتحول خطوات عملية، بعد أن اتضح حقيقة موضح وضع البعثة الأمم المتحدة، وحقيقة أسميه تواطؤ، مجرد تسريح كوبلر تواطؤ جدا أو تغاضي أو تهميش، والعملية أصبحت ثانوية جدا جدا، كل ألامنا ومعاناتنا هنا لا تهم. ولذلك الاعتماد على الله وتزويد الثوار والدعم الدعم الدعم المادي، الدعم بالأسلحة، الدعم بكل الوسائل، حتى يستطيعوا أن ينقذوا أبنائهم وبناتهم ونسائهم والعاجزين بأنفسهم. يعني الاعتماد على المجلس الرئاسي أو على المجتمع الدولي أعتقد عبث ومضي على الوقت. ابقى معي سيد فتحي. سيد علي، يعني بعد السيطرة أو شبه السيطرة الكاملة من حفتر الآن على الموانئ النفطية، باتت لديه ورقة رابحة يستطيع ربما أن يفاوض بها على طاولة الحوار إذا ما شاء ذلك، يعني هل تتوقع أن يعني يعكس هذا بشكل أو بآخر على هذه القضية؟ هل ستكون له تأثيرات ربما سلبية على قضية قنفودة؟ هو في الحقيقة طبعا نحن نقول أخوتي في قنفودة، ثوارنا وعائلاتنا الموجودة في قنفودة، كل عام أنتم وأنتم بخير، ونسأل الله الفرج من الله. إن العبد عبارة عن سعي، نحن سعينا سعي نوجه كلمتنا للعالم، نحن لسنا إرهابيين، لسنا غوغائيين، لسنا فوضويين، نحن ناس أصحاب حق، أصحاب أرض، أصحاب قضية. ولكن إذا كان حفتر سيطر على الحقول النفطية، ففي رأينا على منطقة شرقية السلام، لأنه سيطر عليها بقوة غير قوة الليبية، هم صدعوا روسنا ببرقة، برقة ترابة حامي، وهذه الشعارات الرنانة اللي الآن كلهم خارج المشهد. هل يوجد في البريقة ولا في راس نلوف ولا في السدرة ولا في ميناء زويتينا إرهابيين؟ هم عمال وموظفو وناس تتبع إلى ما يسمى حكومة الوفاق الآن. فالعالم هل يكيد بمكيلين يرى أن قنفودة حرقت والنفط أهم؟ فإن شاء الله حفتر لن يأخذ الحقول النفطية ولن يجلس فيها، بإذن الله تعالى نحن من قنفودة منطلقين إلى باقي بنغازي وباقي مدن ليبيا إن شاء الله. طيب هناك اجتماع كما ذكرت لي قبل قليل يوم الخميس عند اكتمال النصاب، هل تستطيع ربما أن تعطي لنا ولو بشكل بسيط ماذا سيكون في جدول الأعمال هذا الاجتماع؟ هو صراحة ليس لي الحق في اطلاعكم على جميع المعلومات، ولكن الأساس أن احنا عندنا نقاط مطروحة للنقاش في الخيمة باش الجميع يسمعها ويعلمها، صغيرنا وكبيرنا من مدينة بنغازي، أن احنا وصلنا إلى نفق إن كان مسدود أو مفتوح، أو النقاط اللي هي إيجابية في مشروعنا هذا، ونحن من بعده سنعطي للناس فرصة ليقولون رأيهم في استمرارنا في الاعتصام أو توجهنا إلى التوجه الثاني اللي حنطرحه عليهم إن شاء الله. نعم طيب سيد فتحي، يعني بعد شبه السيطرة الكاملة من حفتر على الموانئ النفطية، هل تتوقع أن يؤثر هذا بشكل سلبي على قضية قنفودة؟ هو يفترض أن يؤثر على المشهد السياسي بأكمله، يعني إذا كان فعلا تصريحات الدول الخمسة حقيقة صادقة فيما تصرح فيه سيكون يعني مغامرة غير مدروسة من قوة، ولكن الدول الخمسة وأمريكا كان لها تصريحات سابقة ربما حتى من شهر فات، نعم نعم، وهددت وتوعدت حفتر وقالت له يعني اترك هذه الموانئ النفطية وشأنها وانسحب، ولكن هو لا يستمع لهؤلاء. ربما أيضا البعض يقول أنها شيء مدبر، وهذه البيانات من الدول الكبرى هي
مجرد مناورة سياسية فقط، كيف خاصة تعلم؟ يدعم ما ذكرت قضايا جدران وكوبلر، المشاريع 73 اللي فاتوا واجتماعاتهم ووصلنا إلى حل وما إليه. فعلا المشهد غامض، وأنا قبل أن أنسى معلش سامحني أضرني يعني نقول كل سنوات طيبين لثوارنا في البنيان المرصوص، واسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم، لكن نقطة البنيان المرصوص والحرب ضد تنظيم الإرهاب يستغل من قبل الخبثاء والأدنياء فيما يفعلوا، سواء في حفتر أو سواء في المواني أو سواء في قنفودة، وعلى الثوار أن يستيقظوا. حتى على جزء اللي في مجلس الرئاسي المؤيد للثوار هم في طريقهم للتهميش. الجزء وهذا ربما وليس هو الموضوع الأساسي في في الحلقة، ولكن نود أن نتحدث فيه يعني في أقل من دقيقة. الدول الغربية عندما تقدمت سرايا الدفاع عن بنغازي شجبت هذا التقدم وقصفت رتل السرايا. الآن حفتر يتقدم ضد شرعية الحكومة المقترحة. لم نشهد أي قصف أو تدخل عسكري كما حدث لسرايا الدفاع، يعني في أي إطار يفهم هذا؟ في إطار سيدي كريم الدور التواطؤ، الدور القذر لفرنسا ولبعثة الأمم المتحدة، هذا الشيء الإطار الوحيد الذي أستطيع أن أظهره. بعثة الأمم المتحدة تحولت مرة أخرى من وسيط إلى داعم إلى وسيط إلى احتلال الآن، وهم ينظروا إلينا مرة أخرى كشعوب علينا أن نكون تحت السيطرة الدكتاتورية، ما عندهم مش مشكلة. الإشكالية الوحيدة هم مصالحهم، نفطهم وما إليه، أما دماءنا وأولادنا والخطط وكل ما يذكر هذا أمر هباء منثورا. أريد أن أستغل هذه الفرصة مرة أخرى معلش الإخوة الثوار والشريحة الوطنية والإخوة في المجلس الرئاسي الذين تهادنوا مع أعداء ثورة 17 فبراير. أنتم في طريقكم إلى التهميش والإقصاء من المشهد السياسي إن لم تتحدوا، تعودوا إلى الثوار وتعودوا إلى الثورة وتعودوا إلى تلك الشريحة الوطنية لإحلال قوى أخرى موازية لقوى خليفة وقوى أخرى لا تريد للوطن خيرا. ربما هم أضعف قوة الثوار وأصبحت لا قوة على الصعيد السياسي والمفاوضات. شكرا جزيلا لك الدكتور فتحي الفاضل المحلل السياسي، كنت معي هنا في الاستوديو. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بنغازي اليوم، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الفقرة الأخيرة والثالثة في هذه الحلقة، حيث ينضم إلينا الزميل عبد الحميد الحصادي نتابع آخر وأبرز ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا بك زميلي حميد، كل سنة وانت طيب. أهلا بك علي، كل عام طيب، وكل مشاهدي قناة النبأ وأهلنا في ليبيا بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا اليمن والبركات إن شاء الله. إذن أغلب الناشطين والمدونين وحتى المحارضين كان حديثهم خلال اليومين الماضيين عن الانهلال النفطي وهجوم ميليشيات حفتر عليه، ماذا لديك زميلي حميد؟ نعم، بالتأكيد ما حدث يوم الوقفة لابد من أن نقف عنده ونحلل هذا الحدث. الحقيقة أعتبره العظيم الذي سيغير المشهد السياسي والعسكري على الأرض. الحقيقة تطور خطير جدا. للأسف شديد هناك يعني مؤامرة، ربما استلام وتسليم في حوالي 37 أو 35 دقيقة تم تسليم المواني النفطية. نحن ضد جدران كما نحن أيضا ضد حفتر، لأن هم الاثنين طبعا يعني يريدون السيطرة على المواني لفرض يعني لفرض سيناريو معين وأجندة معينة يرونها في سيطرتهم على الحقول النفطية. للأسف الشديد حتى مثلا لهجة المجتمع الدولي رغم يعني البيانات التي صدرت من الدول العظمى وهكذا، ولكن مجلس الأمن يعني رغم قرارات بحماية المواني النفطية، ولكن اليوم رأينا منذ ساعتين أو ثلاث يعني لم يخرج ب ب ب ببيان أو قرار جازم لانسحاب حفتر من الحقول النفطية وتسليمها لجهة رسمية أو شرعية بحماية الأمم المتحدة، لأن هذا فعلا هذا مصدر الوحيد لرزق الليبيين وقوت الليبيين. للأسف شديد كيف تناولت صفحات هذا الموضوع؟ نعم، اليوم هنتناولوا الصفحات أو بعض الشخصيات التي علقت على هذا الأمر من خلال
عملية البرق الخاطف التي أطلقها حفتر وسيطر بها على الموانئ النفطية، والوهم المتبدد التي أطلقها جذران، وهم عمليتان بالتأكيد الهدف منهم واضح، والهدف للأسف الشديد ليس في صالح ليبيا والحقول النفطية. خلينا نبدأ بأول شخصية اللي هو أسامة البعيشي، كتب على صفحته: يجب على الشارع الخروج رافضا للتدخل الأجنبي السافر في ليبيا وداعما للمؤسسة العسكرية الليبية التي تحارب الإرهاب في ليبيا. وهذا طبعا المدون مؤيد لعملية الكرامة، وهو أيضا مع تدخل أو سيطرة حفتر على الموانئ النفطية. نعم، ويعتبر الأمر تدخل سافر من الدول الأجنبية. منصور تدخل سافر في الدول الأجنبية في هذا الشق، بينما عندما طلب البرلمان التدخل الإماراتي والمصري أيام فجر ليبيا لم يكن تدخل سافر. نعم بالتأكيد، وأيضا ما حدث في السرايا الدفاع عن بوغازي عندما ضربت من فرنسا وضربت من الطيران الأجنبي، لم نجد أي استنكار أو من الدول الأجنبية أو أي تحرك ضد حفتر وطيران التابع للأسف الشديد. هناك أمور غير واضحة وغير مفسرة. منصور عبيد هذا طبعا كان مدير قناة ليبيا الكرامة سابقا، وهو أحيانا يغرد تغريدات لا تعلمها مع حفتر أو ضد حفتر. فتحنا لهم باب التدخل العسكري والسياسي في السابق، وظل التدخل السياسي باقي، ثم عاد التدخل العسكري بحجة القضاء على داعش والإرهاب. اليوم يعود التدخل العسكري بحجة أخرى وهي حماية النفط، ولكن وبكل تجرد، من كان الأداة والسبب هذه المرة؟ هل هو من أقدم على الفعل أم صاحب ردة الفعل؟ حنان المقوعب: بالله جماعة الاتحاد الأوروبي وذيول الاستعمار الجديد، بالك تاخذوا جدرانكم على كجمانكم على عماريكم وديروا بيهم عيد الهالوين، وخلوا الطفل المعجزة يعول عليهم غاديكا وخطوا هي تتكلم عن الاتحاد الأوروبي تدعم الجيش. طبعا هي تتكلم عن الاتحاد الأوروبي وتتكلم عن الاستعمار، ونست ربما أو تناست أن من قصف سرايا الدفاع هي فرنسا. نعم هي هنا يعني تؤيد جيش كما وصفت هناك تناقض واضح جدا للعيان. نعم حميد، نعم هذه طبعا من العربات لجمعة إغراق بنغازي، وهي من خرجت ومدونة معروفة وناشطة في المجتمع المدني التابع لبنغازي التي أغرقت بها بنغازي. نعم، وهي في القاهرة. نعم في القاهرة. عثمان أبو الخطابية: الله أكبر والحمد لله، تم تحرير رأس لانوف والسدرة من قبل حرس المنشآت النفطية وقبيلة المغاربة، وتم تأسير 55 واحد من ميليشيات حفتر. ربي يحفظكم وينصركم إن شاء الله يا أبطال يا تريس برقة. هذا عثمان أبو الخطابية طبعا كان أسير عند حفتر، وتم إطلاقه وهو مع حرس المنشآت مع حفتر مع عيسى عبد القيوم، والكل يعرفه طبعا. هنا يوصف في حالة الارتباك التي يعني حدثت من مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الانقسام بين أعضاء المجلس هنا. نعم. يعني يوصف الانقسام هذا تجسد في البيانين. نعم، في العديد من البيانات التي صدرت من هؤلاء. نهاية لعبة الرئاسي فقط حول دخول الجيش إلى الموانئ النفطية، كجمان والعماري والكوني ضد الجيش ويحرضون صراحة على مقاتلته، السراج والمجبري ومعتيك تحفظ مع الدعوة إلى موقف متوازن، القطراني والأسود ترحيب بالخطوة التي أقدم عليها الجيش. بالله عليكم، هل هذا مجلس توافقي أو يمثل توافق أو يمكن أن يصل إلى توافق؟ هنا يتحدث عن عدم توافق ما بين المجلس الرئاسي الذي دائما تظهر في العديد من الأزمات التي تحيط بليبيا أو بالمشهد السياسي، نجد عدم الانسجام والتوافق ما بين هذا بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. مالك الشريف: مجلس بوستة رئاسي لا يملك أي قوة سياسية في الداخل أو قوة عسكرية على الأرض أو دعم شعبي حقيقي إلا تغريدات كوبلر والسفراء، يعني رأس ماله السوشيال ميديا. محمد شمام: المجلس الرئاسي يترنح من ضربة عسكرية مباغتة لحليفه السياسي، لكن الأثار السياسية للضربة فاقت الضربة نفسها، حيث ظهر المجلس بدون إرادة موحدة وبدون أنياب، وإن أنيابه في سلة المجتمع الدولي وليس في قاعدة بوستة والميليشيات التي تطوقها. السراج أمام خيارات صعبة وأمام انقسام عمودي في المجلس يصعب عليه إنهائه.
هناك متغيرات جديدة يجب أن يضعها المجتمع الدولي والسراج في الاعتبار. ما حدث يوم الوقفة يحتاج وقفة وزمام المبادرة. نعم. الآن في يد الداخل وليس في الخارج. طيب. ربما كلامه يعني واقعي. نعم. جدا يعني كلام الإعلامي محمود شناب. إلى الختام كالعادة. نعم. الوقت ضيق وقصير. شكرا جزيلا لك الصحفي والزميل الإعلامي عبد الحميد الحصادي، كنت معي هنا في الأستوديو. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بنغازي اليوم. تصبحون على خير.